السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Cacho cantaría que de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a ver el verano. Canta conmigo que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a ver el verano. Canta conmigo que un amigo vas a encontrar. Que de la mano انت متخصص في البلاط والارضيات صح؟ هذا الكاس غريب مننا بس نحمله لكن لا نلبسه نحمله حتى لو ما حمله نتشائم 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 اتركوا على الطاولة اتركوا على الطاولة اتركوا على الطاولة اوكي انا راح احمله. كنطاي لينا من الفريزر بنحطها بالخلاط وبنحط عليها السكر المحلى من سوينج او اي سكر انتي بتحبي. هنا حطيت برضو حليب لازم يكون عندي بارد، بعدها بنزل بعلبة القشطة، بعد علبة القشطة بحط فانيلا. الفانيلا ممكن تكون بودرة او ممكن تكون سائلة حسب الموجود عندك. بضربها ضربات خفيفة بالخلاط عشان احافظ على قوام يكون كثيف عندي وطعم الفراولة يكون لسه موجود. بعد هيك احطها وين؟ احطها في اكواب التقديم. اتفنن باي كوب انتي بتحبي انك تقدمي فيها، وبعدها بنزينها بحبة الفراولة اللذيذة وبنحط الشلمونة وبنشرب. طبعا ممكن تطبقيها اي نوع فاكهة انتي بتحبي يكون مجمد وتعملي فيها، وصحتين وعافية.